السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف تعامل إمام جزائري مع طفل صغير لم يتركه يصلي في الصف الأول، تابعوا معنا هذا الفيديو. البارح في صلاة العصر في مسجد زين العابدين بحي سان بيير ولاية وهران، اللي يعرفوا سان بيير يعرفوا وهران يعرفوا المسجد هذا، وقع واحد الأمر. الإمام ولا ينتظر في تسوية الصفوف. هنا واحد الطفل في عمره 13 عام 14 عام، هذاك الطفل حاول باش يصلي في الصف الأول، لكن للأسف واحد الأخ الله يغفر له وإن شاء الله ما يعاودهاش، راح وقعد يزقي عليه، هو خر وانت ما تقعد في الصف الأول والبزوج يمشي في الصف الأول، والإمام انت المهم تهضر معاهم. من الإمام قال له صح صح، الإمام دار واحد التصرف ما شاء الله. ذاك الإمام والله العظيم لا جبر بالخاطر تاع هذاك الطفل ودار واحد التصرف، أنا من هذا المنبر نتحيلك. شادر قال هذاك الطفل روح، وقال الاخ تاعنا قال له ماشي هكا تهضر معاه. جاب هذاك الطفل وقال له غادي تصلي حدايا، وبالفعل قام الامام الصلاه وصلى هذاك الطفل بجانب الامام، ومن بعد كي كملنا الصلاه هذاك الطفل تلمو جبر الامام بالخاطر تاعه خمس معاه وسلم عليه وفرح. وجاو هذوك الرفقاء تاعو اللي كانوا في الصفوف الاخرى كاع راحوا عند الامام وسلموا عليه، كأن هذا التصرف اللي دارها مع الصديق تاعهم لامس مشاعر تاع هذوك الشبان الصغار. اخواتي ماشي هكا نعاملوا الطفل اللي يجي للجامع، باسكو هذه التصرفات تاع تزكي عليه وتاع تقول له سقم وتمنى وتبعده منا غادي ينفر من الصلاه وينفر من المساجد، ولكن بالعكس حببوهم في الصلاه. وبارك الله فيكم، والامام ان شاء الله نقول لك الله يعطيك ما تمنى. السلام عليكم.